ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وسعادة وهنا يا رب وراحة بال. كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان هيمشي وهيجي بقى العيد، ان شاء الله يجي بالخير والهنا والسعادة، ونبقى كلنا في احسن حال يا رب. ما تنسوش تعملوا، بس قبل ما تتفرجوا على الفيديو تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك علشان الفيديو يترفع كده وناس كتير تقدر ان هي تشوفه وتستفيد منه. ويلا بينا بقى بسرعة 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 على المطبخ علشان هنعمل الفطور. عندي روتين النهاردة كده، هعمل فطور سمبوسك وهعمل المكرونة اللي هي النجرسكو بالفراخ. بصوا كده، الجبنة دي اسمها مشللة، انا اول مرة يعني اجيبها، جبتها من حد كده بيبيعها اونلاين، هي تقريبا سوري. المهم الجبنة دي هي طعمها حلو قوي، بس حادقة، فلازم يعني الملح بيبقى المادة الحافظة بتاعتها، فلازم تتنقع في المية اكتر من مرة كده وتتشطف تقريبا بتاع نص ساعة كده عشان تنزل الملح بتاعها، عشان ما تتحط في الاكل يبقى طعمها كويس وتبقى مظبوطة يعني. فانا قلت اوريها لكم كده علشان لو حد ما يعرفهاش يعرف طريقتها بتتعمل ازاي، يعني من 3 مرات لمرتين كده تتنقع في مية. وبعد كده هنبدأ، هعمل الحشوة بتاعت المكرونة. قطعت بصل وصدور فراخ، وطبعا الطبيعي ان انا شوحت صدور الفراخ في البصلاية، وحطيت كمان فلفل وملح، وحطيت شوية زعتر. لو انتوا مش حابين الزعتر عادي ما تحطوش، براحتكو، اللي حابب يعني طعمه بيحطه، في ناس مش بتحب طعم الزعتر عادي ما تحطوش يعني، فبراحتكو يعني. بس سهلة جدا وسريعة طبعا بقى. خلاص الايام دي عايزين نعمل اكلات سريعة كده علشان ايه، طبعا بنعمل الشقة وكمان بنعمل فطار، فكله بيبقى مع بعض، وكمان في اولاد او اطفال صغيرين الله يكون في عوننا ويقوينا يعني عليهم. حطيت معلقة صلصة وقطعت طماطم وفلفل اخضر. عايزين تزودوا اي حاجة على النجرسكو تقدروا تحطوا كمان مشروم، انا بحبها بس ما كانش عندي مشروم. بس دي الحشوة. وبعد كده سلقنا المكرونة عادي، وكمان عملنا البشاميل عادي، سهل جدا. وهبدأ ان انا يعني احطهم في الطاجن وكده. فالاول حاجة هجيب الطاجن ادهنه من تحت زبدة او اي مادة دهنية يعني، او ممكن احط له بشاميل، بس انا بفضل يعني احط البشاميل على المكرونة نفسها. فدهنته كويس وكويس كويس كده كله. انتوا عارفين انا بحب الاكل في الطواجن قد ايه، بحبه جدا. ودي المكرونة هبدأ ان انا احطها كده عشان انزل عليها البشاميل. بس انا حطيت ده كيس مكرونة مسلوق عادي خالص، حطيت البشاميل بتاعي كده يعني ربع الكمية تقريبا، شوية منها يعني ربع كمية البشاميل اللي انا عاملاها وبقلب فيها المكرونة كلها. وبعد كده بقلبها كويس، مهم عشان كلها يبقى فيها بشاميل. بعد كده هبدأ ارص الطاجن، هنزل بالمكرونة وبعدين بالحشوة. اهو بظبط كده المكرونة ان انا بحط ايه يعني نص الحشوة كده، نص قصدي المكرونة. وبعد كده هبدأ ان انا احط الحشوة بتاعت الفراخ كده اهو. تمام، بيطلع طعمها حلو جدا، هتعجبكم ان شاء الله. انا عارفة ان في بنوتات كتير شاطرين وبيعرفوا يعملوها. ولو عايزين تحطوا فيها زيتون، عايزين تحطوا فيها مشروم، فلفل الوان، عايزين تغيروا الحشو خالص تعملوا اي حشوة تانية، بس هي النجرسكو بتتعمل بالفراخ. وبعد كده حطيت شوية بشاميل، وبعد كده اهو بالظبط كده زودت شوية بشاميل كده فوق الحشوة عشان تبقى فيها صوص كتير. وبعدين حطيت بقية المكرونة، ما كانتش كتير، مكرونة كيس بالظبط مكرونة تقريبا 400 جرام. ظبطوا كده
وبعدين هحط بقية البشاميل. بص، البشاميل بتاعها بيبقى خفيف بس شوية، مش تقيل زي بتاع المكرونة البشاميل. يعني انا برضو لما بعمل مكرونة بشاميل بعمل بشاميل مش تقيل، يعني انا عن نفسي بحبه خفيف. وبعدين بقى انتوا عارفين هرص شوية جبن بقى من فوق وحركات وكده. وكمان انا كنت عايزة احط الزيتون بصراحة مع الفراخ فنسيته، فهحط عادي على البشاميل، يعني مش يعني طعمه هيبقى حلو برضه. احنا بصوا بنحاول ننجز يعني في اي اكل وكده، الواحد زهق بجد، كل يوم بيفكر في اكله، كل يوم مش عارف يعمل ايه، فطار وسحور، فخلاص بقى يعني تعبنا من كتر الاكل. يعني الله يكون في عون كل الستات بصراحة اللي بيقعدوا يفكروا كل يوم هيعملوا اكل ايه. فقلت يعني مش مشكلة، يعني نسيته حطه جوه، فحطيته كده من على الوش، برضو طلع طعمه حلو الحمد لله. وكمان حطيت بقى شوية الجبن اللي عندي، حطيت اهو جزء من الجبنة المشللة دي اللي انا كنت بقولكوا عليها، معرفش لو حد جربها يكتب لي تحت في الكومنتات لو حد عارفها يعني وكده. اخواتنا بقى السوريين الحلوين يقولوا لي يعني الجبنة دي فعلا حلوة ولا ايه الدنيا، هي طعمها حلو فعلا. حطيت موتزاريلا وشيدر كده وجبنة رومي، انا بحب الجبن عامة، بحب كل انواع الجبن كده، بحبها في حاجات كتير، في الجلاش والمكرونة والحركات دي. فاللي عايز يخس بقى يا جماعة ما ياكلش جبن، ماشي؟ انا عن نفسي بحبها. اللي عايز دايت يعمل دايت بقى ما ياكلش الاكل الحاجات اللي احنا بنعملها دي في رمضان. هعمل كمان السمبوسك زي ما وريتكم كده في الاول، انا بجيب السمبوسك بتاعت السنبلة طعمها حلو، تقدروا تجيبوا اي سمبوسك، تقدروا تعملوها كمان من الجلاش، تقدروا تعملوا العجينة نفسها بتاعت السمبوسك يعني. بس كده خلصت الطاجن وهندخله على الفرن. و اهي بصوا بقى الجبنة، قلت اوريها لكم بعد ما نقعتها يعني. بصوا فيها مطة كده، هي عاملة زي الموزاريلا على فكرة، فيها مطة كده كمان لما بتتحط في الاكل وبتسيح بيبقى طعمها حلو قوي، مختلفة عن الموتزاريلا بس يعني طعمها احلى بصراحة، انا شايفة ان طعمها احلى. مهم هنا انا حشيت السمبوسك، حطيت جبنة كيري، مكعبين جبنة كيري، وهزود عليهم بقى شوية برضو جبن كده من اللي عندي اللي انتوا عايزينه بقى. ممكن كمان تحطوا جبنة فتة بتبقى حلوة جدا، وشوية مثلا نعناع ناشف كده، شوية زيتون، عايزين لحمة مفرومة. بص الحشوات دي بتاعتكو يعني، كل واحد بيحب حشوة معينة يقدر يعملها. انا كمان خدت الجبنة اللي هي المشللة دي، حطيتها كمان، معرفش اسمها فعلا كده مشللة ولا انا بنطقها غلط يعني، بس هي تقريبا مشللة. حطيتها على الجبنة الكيري، وزي ما قلتلكوا كده بقى شوية جبن تانيين علشان اشوف. وطلع سمبوسك حلو بصراحة، جبت مرة سمبوسك بتاع الزهار طلع وحش جدا، ما انصحش حد يجيبه بصراحة. سمبوسك بتاع الزهار مش عارفة الشركة دي ما بقتش حلوة زي الاول. في شركة تانية اسمها العبودي تقريبا كده، حاجتها حلوة قوي والجلاش بتاعها كمان حلوة قوي. وطبعا السنبلة يعني حلو، بس هو السنبلة غالي شوية، تقريبا الباكت دي كانت بحاجة 40 جنيه، بس مليانة يعني فيها كتير، يعني انا عملت منها اكتر من مرة يعني. بدأت بقى كده اقطع شوية زيتون، الحمد لله ما نسيتوش بقى المرة دي في السمبوسك زي ما نسيته في المكرونة وكده. بس قطعته كده صغنن على الجبن، وهبدأ ان انا اوريكو ازاي حشيت السمبوسك من جوه، او الطريقة يعني اللي انا بعملها بيها. بصوا ما شاء الله مليانة يعني فيها كتير، انا اخدت منها بس شوية اهي، وبدأت ان انا اخد واحدة واحدة. واخد الحشوة بتاعت الجبنة واحطها كده على الطرف، وابدأ ايه ان انا الفها تمام كده، باخد شوية زغنطتين يعني مش كتير، ببدأ ان انا اهو بحشيها كده مثلث في مثلث في مثلث، وادي اخر قطعة. بصوا بقى انا ما لزقتهاش، بس الاحسن
يعني معلقة دقيق صغننة على شوية مية، وتبدأوا تلزقوا عشان ما تفكش منكم يعني. بس انا طبعا انتوا عارفين انا يعني كنت بطيئة جدا، فعايزة انجز يعني اعمل اي فطار لاني كان ورايا حاجات كتير، فايه انا ما لزقتيش. بس هو الافضل ان انتوا تلزقوها زي ما قلت لكم كده. بس انا بعمل واحدة تانية معاكم اهي. بصوا اهي، ما تملوش الحشو قوي يعني، خلوها وسط، وبرضو ما تقللوهاش كده عشان تبقى طعمها حلو وتبقى فيها جبنة يعني. ايوه كده. والطرف الاخري ده هو ده اللي انتوا المفروض تقفلوه كويس بشوية الدقيق والمية. بس عملت بقى الكمية كلها اهو اللي احنا هناكلها اهي بالطريقة دي. وكان في كام واحدة كده بقى حشوة فراخ، فحشيتها بالفراخ. تقدروا تحشيها لحمة مفرومة برضو، بتبقى طعمها تحفة باللحمة المفرومة. وبس جه حان وقت الفطار. صوما مقبولا وافطارا شهيا علينا جميعا يا رب. بس ادي المكرونة اهي، ما شاء الله جميلة وسخنة. زيتون اهو مجرلوش حاجة يعني، وطعمه زي الفل. والسمبوسك، وده كان دوم باللبن اه، طعمه تحفة. والتمر اللي انا بشق ريقي عليه يعني. بس طبعا خلصنا بقى فطار، فهندخل بقى نشوف اللي ورانا في البيت. عملت النهاردة شوية حاجات كده، غسلت الحياف بتاع الأوضة بتاعتي. كنت بوريكو أنا بغسله بالربسو بتاع السنسيبري ده، مش عارفة اسمه سنسيبري تقريبا او لسبينس، سبينس تقريبا السنسيبري ده، سبينس اه سبينس. والربس بتاعه حلو قوي، اللي هو بتاع الغسالات العادية ده. حطيت شوية، وحطيت شوية كلوريكس ألوان وشوية دوني، وبدأت ان انا بنقع اللحاف كده في المية شوية، وبضغط عليه اكتر من مرة لحد ما بينضف. بس كده بسيبه بقى يتنقع شوية كده، وبغير عليه المية وبشطفه كويس. بعد كده دخلت بقى في دولاب الاطفال، كانوا مبهدلين الاوضه جدا ومبهدلين الدولاب، فانا طلعت كل الحاجات اللي في الدولاب كده بالشكل ده. بصوا اللي في الدولاب دوت من مش يعني مش وساخه او حاجه، ده من الخشب نفسه، هو شكله كده. بس فضيت الادراج كلها وشيلت كل الحاجات اللي في الدولاب، الهدوم بتاعتهم والكراكيب وكل الحاجات. طبعا كلنا عندنا كراكيب يعني، واوراق وحاجات، والهدوم اهي طلعتها كلها على السرير. ودي الكراكيب بقى اللي انا ايه هبدأ الم فيها. ودي طبعا لعبهم اللي على طول مرمية في كل انحاء الشقة. فطبقت بقى كده الهدوم دي، هدوم عشقة، فطبقتها كده، البيجامات لوحدها والبناطيل لوحدها. شلت الشتوي كله خلاص، وطلعت الصيفي طبقته وظبطته. عملت لها البوكس ده للتوج بتاعتها والبندانات وكده، وحطيت هنا فوق اللحاف، وقسمت كده الدولاب. الهدوم بتاعتها هي على جنب، تحتيها حاجتها صنادل بتاعتها وكده، وهدوم براء والشنط بتاعته. وكمان ظبطت لهم الادراج. انا المفروض ان انا هجيب مفارش يعني، بس للاسف المفارش دي اتقطعت. فانا ان شاء الله ربنا يكرم يعني، واحاول انا يعني ابعت اجيبها اونلاين وكده، لان طبعا مش بعرف انزل كتير. وعملت درج كده البراء للحاجات بتاعته، الحاجات الداخليه يعني، ودرج العشق. وهنا طبقت بقى هدوم براء كلها، التيشيرتات والبيجامات والشورتات، الحاجات بتاعته. حطيت له كمان اللعبتين بتوعه دول، برضو هنا محتاج مفرش. وهنا ظبطت بقى الملايات بقى، ما عملتش اشكال بصراحة ولا حاجة، طبقتهم كده عادي بستاندر العادي يعني وكده. البطاطين تحت طبعا بتاعت الأوضة بتاعتهم، ودي الملايات بتاعت الأوضة الكبيرة، وده اللحاف التاني، واللي تحتيه دوت الكوبرتا بتاعتي. يعني مقسمة حاجات هنا اكتر في الدولاب دوت، حاطه الملايات كلها دول، الملايات السرير الكبير وسرير الصغير. بس يا رب الفيديو يعجبكم، لو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية على خير.
يلا باي باي.